وي ازيكم يا شباب، عاملين ايه النهارده؟ لا لا لا، استنى استنى استنى، وي ازيكم يا شباب، عاملين ايه النهارده؟ نلعب لعبة ماين كرافت. طبعا شوف، انا مش عارفة اتحكم كده، بس بص بعرف ازاي اني صح. طبعا دي غرفتكم، احنا هننيها. طبعا يا شباب انا عاملها مش عارف كام بلوك، بس مش عارف اتحكم كويس وانا كده يا شباب. بس معلش استنى يا شباب، لا لا احسن كنت عملتها من هنا. شباب يا شباب، خليها استخبى، خليها استخبى 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 استخبى. خليها يا شباب اجيلكوا تاني بقى. بصوا على الحركة دي، بص بقى اهو اخر، لا مش اخر حركة، هي العادية بتاعتنا اللي انا بطرز بالبيئة، هي كده. بص يا شباب، سيف الايرون، الصراحة سيف الايرون جامد. انا مستوى بس الايرون وكل حاجات بقى اللي عند الايرون، يعني فحم ايرون، جولد، ايوه جولد كمان، لكن مش دايموند ولا حتى ايميرورد، لا وكمان ديرت وكله بقى، وكمان خشب وكله، لكن الا الدايموند والايميرورد دول ما اقدرش اجيبهم يا شباب. انتوا لو قلتولي اعمل تحدي تجيب 20 دايموند، مش هعمل، مش هنفذ. بهزر معاكم يا شباب، هنفذ بس هتفنش، حرفيا هتفنش. طبعا يا شباب دي غرفة عملتها لكم، بص بلخوطة فاهمين يعني السقف لكم يا بص يا شباب. لو تفنش، لا كان لو كان أعلى كنت اتفنشت. احنا شاكل ان هو مفيش حاجة كاملة. طب يا شباب انا ممكن اقفلها، ما العنكبوت برضو يا عم ادم بتهزر، ها شكلك بتهزر. طبعا يا شباب احنا هنعمل دي كده مؤقت، ما بس مش السكيلتون ده، كمان السكيلتون بيقعد على سبايدر، بس كده هو مش هيقدر يروح، مش هيقدر يجي. اوف يا شباب البلوكات بتاعتي قربت تخلص، شكلها هفرح في البلوكات. شكلها احفر لغاية نتيجة دي 8، دي تيجي بقى 12. بلوكتين، بلوكة وبلوكة وبعدها بلوكة وبلوكة، خلاص. مش عارفة اقول حاجة يا شباب، بس طبعا يا شباب احنا خلصنا. هنمسك بقى البلوكات، اتمنى بس تكفي، عشان لو ما كفتش خلاص فنشنا فاهمين يعني. لا يا شباب يا شباب بقى، طب هنا كده وده كان بيتنا. طب يا شباب بقينا في أمان، اكتب لي تعليق حلو وانا هحط اسمك فاهم يعني. شباب بقلق بقلق مع الوقت، شايفين رجليا بتترحش، رجليا عمالة لا لا مش هنا، هنا دي غرفة المشتركين يعني. ده انا كده اهو الشباب عندي 4 ناس، لا عندي 2 بس، لا عندي 1، بعدها 3، بصوا بعدها 4، بعدها 5، 6. شباب بصوا انا عامل غرفة مشتركين على الاقل يعني، عشان احط اساميكوا فاهمين يعني. طبعا يا شباب مش هحط لكم هنا،
انا مش هحطكوا بقى هنا، لا مش هحطكوا على الدير، انا هحطكوا على الخشب هنا اهو، ولكم الدير مش هحطكوا على الدير، لا هحطكوا على الخشب والدير وراكوا وهنا وكده، فاهمين؟ فاكتبولي تعليقات جميلة، وايه، وقول لي رقم 9، 9، ولو عايز تعليق حلو وكمان اكتب لي اسمك، فاهم يعني؟ فاهم يعني؟ لو عايز حلقة تانية هرضى، بس لكن لو قلت لي تحدي وانت تجيب 20 دايموند، لا مش هرضى. لو انت قلت لي السؤال ده هقفل المقطع، فاهم؟ اوعى تقوله، لو قلته هقفل المقطع، ماليش دعوة. هو كده، بص بقى انا هعمل لكم السلسلة دي، استنى شباب استنى. طبعا يا شباب اللي انا انوره هو ده اللي انا مدخلتوش، انا الاقيه مسدود، دي اكنها علامة، العلامة بصوا ايه ده، لا مش عامل علامة غلط كده اهو، ماشي كده اهو، لا لكن كده اهو، اه نفس الحيط، ايه ده، خلينا يا شباب ندخل هنا. طبعا يا شباب لسه التصوير لسه فاضل حبة، خلينا يا شباب ندخل هنا. طبعا يا شباب احنا هنعمل ورق، طبعا انت هتقولولي ليه يا عم ادم هتعمل ورق، لان انا هعمل مكان تطوير كده اهو، وانا اصلا ما مش مستوى الدايموند، انا لو جبت على بصوا قولولي، قولولي ممكن تعمل تحدي معانا وانت تجيب دايموندايه واحدة، واحدة الدايموند دي ممكن اجيبها لكم عادي، لكن 20 دايموند لا، اي رقم تاني دايموند اكتر ده مش هرضى عليه، فاهمين؟ فاهمين يعني يا شباب؟ انا بفهمكم، انا على كام مستوى الدايموند، مستوى الدايموند مرة واحدة، لو قلتولي 2 هحاول اعمله، وتلاتة بقى واربعة وخمسة، لكن ارقام تانية لا، مفيش غير 5 و6 و7، قصدي 1 2 3 4 5، مش غير الأرقام دي بس اللي ممكن أعمل لكم منها، مش بيبان حاجة مصرية أوي معايا، البيبان هحط بابين كده، بابين كده، بابين كده، طب بابين هنا يا عم آدم، بص كده اهو، تفتح كده وتفتح كده وتفتح كده، يبقى بص بقى تروح اوتوماتيك فين. طب ما يا شباب ما انا ممكن اعمل لي 4 براشر بليد يفتحوا لي كل البابان دي، وانا اهو يعني بصوا اعمل لي 20 براشر بليد، هدوس عليهم كده عشان ايه، عشان ايه، ببقى زهقان بقى افتح واقفل افتح، طب عادي امشي اروح لما اجي افتح الباب الاقيه اتفتح، ما اعملش حاجه ابقى كويس، بصوا لو براش البيت واحده افتح لي باب، ولو كان براش الاتنين براش البلاد هتفتح لي البابين، فاهمين؟ لكن لو طلعت الاتنين هيتقفلوا، لكن لو عايزه ادخل افتحهم عادي، بعدها هدوس هنا الاتنين يتقفلوا، فهمتوا؟ انت الشباب عشان انا ايه، ادوس على الاربعة كده اهو، ادوس هنا 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 يتفتح لي كل البابان، فاهمين؟ بعدها اروح من هنا كلهم، ايه ده استنوا، كلهم بقى يا شباب يتقفلوا، انتوا ده هو كمان براشر بلاد بقى وحاجات كده هنحط فيها، لكن الباب اللي بيطلع منه بره اللي هو اللي حطيناه له الزون كلها هتخش، فاهمين؟ هدخل لنا كمية عظيمة، هتدخل لنا 20 زومبي ولا 20 سكيلتون ولا حاجة.
فعلشان كده الباب البرش البليت بره عند البوابة مؤذي، من جوه مفيش أذى، مفيش مش بيؤذي جوه البيت، فهمتوا يعني؟ بيأذي بره، لو حطيته بره هيدخل لك كمية وحوش مش طبيعية. لكن انت لو ما بتحبش الليل شباب، وصلنا لحالة الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوا زر اللايك وشير وسبسكرايب وشير وخلاص، يلا سلام. لا 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 بصوا، انا هخليها على قده، سلام بقى. بس ايه، هنعمل قص برش بس. طبعا يا شباب السلسلة خلاص هتروح، معنديش وقت تاني يا شباب. استنى يا شباب، يعمل لي كده اهو، فاهمين يا شباب عملت قد ايه؟ عملت 3 برش البليت. ليه بقى؟ لان انا لو حطيته هنا، بص لا مش هيأذيك هنا، يبقى شكله على بلوك خشب لما تقف عليه يبقى مخفي، لكن على بلوك ستون مش مخفي ولا حاجة. مش حام انت؟ اه بصوا، ادخل هنا، بص بص بص، شايف الفكرة؟ بص تقعد طالع تقعد، بص شايف المكان ده، تروح كده اهو، شايف بيفتح لك كل البيبان، ناقص هنا بابين، بابات بابات بابان أبواب. لا 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 يا شباب، مش عايز بقى أبواب. اه يا شباب بصوا على قد ايه، نو اتنين، نو اتنين، لا مش نو اتنين، نو اتنين. طيب يا شباب بقى اسمعوا، يا خشب يا بقى يا شباب، استنوا قربنا يا شباب نخلص، هل هنقدر ولا لا؟ شكلنا يا شباب هنقدر، هنقدر، ايوه يا شباب هنقدر، هنقدر 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 هنقدر، انا متفائل على كده. لا لسه يا شباب، لسه لسه، اجري اجري اجري. الابواب فين؟ فينهم فينهم فينهم؟ استنوا يا شباب، فينهم الابواب؟ في الابواب، الأبواب 12 خشبة. هنا يا شباب الأبواب أهي. لا لسه يا شباب، الحمد لله، لا الحمد لله. استنى البتاع عندي، خلي بالكم اتملى، مش هقدر أسجل فيديوهات تانية صراحة، هتزعلوا شباب. خلاص يا شباب الفيديو قرب يخلص، خلاص سلام، مع السلامة، يلا مع السلامة يا شباب، فاهمين يعني؟ فمع السلامة لغاية ما نظبط دي، يكون خلاص الفيديو خلاص. استنى، اه عرفت المشكلة شباب، لازم نكسر دي، نخليها بلوك ستون بعدها كده، ممكن يكون عشان برش البليت ده، ممكن يكون عشان ده. ده انا خلاص كسرت كل البرش البليت هنا شباب، اكتبولي في التعليقات وايه في ايه المشكلة، اكتبولي لازم اعرف، ماليش دعوة يا اعرف يا ما اكتبش اسم. يلا سلام، مع السلامة. قبل ما نقول مع السلامة خالص،